خير يا شباب، يا رب تكونوا بخير. دي المحاضرة الأولى من مادة ماث 1، محاضرة الكالكولس الأولى. هنتكلم النهاردة على الفونكشنز. ايه تعريف الفونكشن؟ يعني ايه فونكشن؟ يعني ايه بقول y equal f of x؟ ايه معنى كده؟ الفونكشن هي operator that operates on its inputs and results in one output. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندنا input box كده، بدخله box اسمه f، بدخله input x وبطلع منه output y. يبقى ده x ده is an input, y is output. ومش بس كده، شوف ال definition بيقول ايه، ان انا ممكن ادخله input بس بطلع in one output، يعني لازم اطلع لكل input one output. من الواضح جدا ان انه variable يعتمد على التاني. هل ال x depends on y ولا ال y depends on x؟ طبعا واضح ان ال y هي اللي بتعتمد على depends on x، عشان كده بنقول على ال y بنسميها dependent variable، اللي هو المتغير التابع، وبنسمي ال x ال independent variable اللي هو المتغير المستقل. يعني التابع هو اللي بيتبع الايه المستقل. فهنا y depends on x او output depends on input. For example لو قلنا y equal x squared، ده كده مثال لفانكشن. الفانكشن دي بتعمل ايه بالظبط؟ بتاخد any input x وبتعمل تشتغل عليه ان هي بتعمل له squaring، يبقى operate on its input by squaring it. يعني لو قلنا f of x equal x squared، يبقى لو انا شلت ال x وحطيت اي حاجة، عرفنا كده ال f بتعمل ايه؟ بتعمل squaring. فلو خدنا ال input سميناه اسم تاني، مفروض ال output يكون اسمه ايه؟ y squared. طب لو خدنا مثلا بدل x سميناه x plus z، يبقى على بعضها تبقى ايه؟ برضو x plus z squared. يبقى هنا f بتعمل حاجة معينة وبتفضل تعملها على طول، اللي هي ايه؟ f بتاخد البارامتر او الانبوت تعمل له سكويرينج. طيب عشان نفهم برضو ان احنا فاهمين كويس، لو قلنا f of x equal x cubed و g of y equal y cubed، من الواضح كده ان شكل كده ال f وال g زي بعض بالظبط. فالعبارتين دول ان انا هكتبهم، الجملتين دول true or false. is f equal g؟ true or false. f بتساوي g، f equal g معناها ان ال function f هي نفسها ال function g، صح ولا غلط؟ صح. ليه؟ لان ال f وال g بيعملوا نفس الحاجة، ايه هي؟ cubing ال ايه؟ ال input. طيب شوف الجملة دي كده، is f of x equal g of y؟ هنا بقى الجملة دي صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ لان انا هنا بساوي الاوتبوت بالاوتبوت. هل لازم الاوتبوت اللي طالع من اف يطلع هو الاوتبوت اللي طالع من جي؟ لا طبعا، لان it may a يعني may be different if x not equal y، يعني ممكن الانبوت يتغير، فباختلاف الانبوت بتغيير الانبوت بيتغير الاوتبوت، فمش شرط يطلع ايه الاوتبوت بتاعهم واحد هما الاثنين. لازم نميز ما بين، لما اقول اف بس دي function، لكن لما اقول f of x دي الاوتبوت. اوكي طيب، برضو لو احنا عندنا f of مثلا 5x equal x squared، can you get find f of x؟ تقدر تجيب f of x. عايز تعرف تطلع ال relation دي، عندك f of 5x ب x squared، تعمل ايه عشان تخلي دي x؟ اكتبها تاني اهو، f of 5x، هستخدم ال given اللي عندي f of 5x equal x squared. هعمل ايه عشان عايز اخلي دي كده اسمها x؟ هعمل renaming. renaming ما فيش مشكلة فيه، يعني زي ما شفنا كده f of x بتساوي x squared، هي f of y equal y squared. renaming ال variable ما فيهوش مشكلة. فانا هنا هعمل ايه؟ هاجي اعمل renaming او replacing لل x، اشيل ال x واحط ايه بدلها عشان اخليها على بعضها تبقى x، احط بدلها x power 5. يبقى انا هنا برضو هشيل x واحط x power 5، يبقى f of، يبقى في النهاية هيبقى الشكل f of x equal
x power 5 x over 5 اسف x over 5 squared. ماشي ناخد مسألة تانية عشان نتأكد ان احنا فهمنا. if f of x over 3 equal x cubed find f of x. اهو الاكسبريشن هكتبه تاني x over 3 equal x all cubed. عايز اعمل هنا renaming او اغير اشيل الاكس واحط ايه علشان تكون على بعضها اكس. هشيل الاكس واحط هاجي بدل الاكس دي اخليها 3x. يبقى برضو هنا نفس الكلام بدل الاكس اخليها 3x. هيكون الناتج ان ال f of x دي تروح مع دي ال f of x equal 3x power 3. يبقى فهمنا الفانكشن يعني ايه. الفانكشن هي اوبريشن بتشتغل على انبوت تطلع منه اوتبوت. عايزين نفهم دلوقتي ديفينيشن مهم جدا وده احنا يعني مهتمين بيه شويه الترم ده وهو الدومين. يعني ايه الدومين؟ ده دومين اوف ا فانكشن. لو عندي فانكشن ايه الدومين بتاعها؟ زي ما بنقول ان y equal f of x يعني معناها في x input شويه نقط كده input وبيحصل لها mapping لشوية نقط تانيين output بالشكل ده. فالset of inputs دي اللي هي المجموعة من اللي بتتكون من كل possible input set of all possible input أو set of all possible values of x called هنسميها الدومين. يبقى مجموعة كل مجموعة أو كل القيم اللي ممكن ياخدها x هنسميها الدومين. This is called the domain. يبقى تاني ايه هو الدومين؟ الدومين هو كل قيم x الممكنة أو العربي بالبلدي كده القيم اللي ممكن يدخل بيها الانبوت. يعني الانبوت ممكن ياخد قيم كام. تمام. وبالتالي الناحية التانية في الواي هتبقى هنسميها بقى ايه؟ الرينج. تعريفها هيكون ايه؟ ايه القيم اللي ممكن تطلع من الفانكشن دي. يبقى هنقول the set of ايه بدل ما نقول all possible values of x نقول set of all possible values of y. طبعا ايجاد الدومين زي ما هنتعلم خلال الترم كله ليه رولز وليه قواعد مش حاجة بسيطة. وكمان الرينج كمان اصعب منه. فعشان كده احنا يعني هنكمل في الجزء ده في يعني كذا محاضرة. كل ما هنتعرف على فانكشن جديدة هناخد مثلا التريجونومتريك فانكشنز الدوال المثلثية الهايبربوليك الدوال الزائدية الانفرس تريجونومتريك والانفرس هايبربوليك هناخد الاكسبوننشال الدالة الأسية هناخد اللوغاريتميك الدالة اللوغاريتمية. كل دالة من دول ناخدهم لازم نتعرف على يعني ده هيكون شق مهم جدا لازم نتعرف على الدومين وعلى الرينج بتاع كل ايه كل فانكشن. خلاص كده هل دي كل حاجة في الفانكشن مهمة؟ يعني هل اي ريليشن ما بين y و x كده زي ما شفنا تعتبر فانكشن ولا في كونديشن؟ لا في كونديشن انا قلته وسط الكلام بس هأكد عليه تاني دلوقتي. ايه هو الكونديشن ده عشان اقدر اقول انها فانكشن؟ في رول. ايه هي؟ ان كل x each x has only 1y كل x يبقى ليه image واحدة بس. يعني ايه؟ دلوقتي تفترض معايا ان في نقطة اسمها x 1 الصورة بتاعتها او الimage بتاعتها في y طلعت 2 ليها 2 values هنا مثلا y 1 y 2 ده مش مقبول. يبقى على طول اول ما اشوف حاجة كده اقول ان دي it is not function. لكن العكس لا. يعني ايه العكس؟ اللي هو لو في نقطة x1 بتروح مثلا ل y1 وفي نقطة تانية اسمها x2 بتروح ل y1 برضو المنظر ده ما يقلقنيش خالص. دي is a function. الفرق بين الاتنين دول بص كويس كده هنا لكل x في واحدة y يبقى دي function. هنا لكل x في image واحدة y خلاص. لكن في الرسمه الثانيه لاكس واحده ل1 اكس واحده لقينا فيه 2 واي فيبقى دي مش ايه
مش فانكشن. عايزين ناخد مثال لحاجة زي كده، عايزة اوريكم كده يعني مثال ل تو فانكشنز، واحدة تنفع تبقى فانكشن واحدة لا، او تو ريليشنز. اول واحدة الواي سكويرد ايكوال اكس، الكيرف ده لو جينا جبنا الواي كده لوحدها تطلع الواي ايكوال بلس اور ماينس روت اكس، ولما نيجي نرسمه بيبقى رسمته عاملة ازاي؟ واي سكوير ده بارابولا وباصص كده اهو، عامل كده دي رسمته. فالسؤال بيقول بقى هل دي تعتبر فانكشن ولا لا؟ هل دي تعتبر فانكشن اللي قدامنا دي؟ الحقيقة دي نوت اي فانكشن. ليه؟ تعالى ببساطة شديدة لسببين، انا هقول سبب جرافيكالي، سبب بالرسم وسبب من غير رسم. الاول نبدأ بالسبب العادي اللي هو من غير رسم. احط اي فاليو للاكس، حط اي فاليو زي مثلا 4، لو حطينا اكس ب4 وعوضنا هنا هيطلع لها كام واي، في كام كورسبوندينج واي متناظرة ليها، هلاقي ان واي تطلع بلس 2 وكمان ماينس 2، يعني لاكس واحدة في 2 واي. وفعلا اهي على الرسمة، لو جينا عند اكس ب4 وعملنا خط كده هنلاقي في 2 واي فعلا، ايه هما؟ 2 ونيجاتيف 2 نيجاتيف 2. فده معناه ان لو لإكس واحدة في 2 واي يبقى it's not a function، دي كده not a function. طب احنا لو عايزين امال هنقول عليها ايه دي؟ هنقول عليها relation. لو عايزينها تبقى function لازم ناخد نصها بس، نصها بس اللي هو ايه، ممكن اخد الجزء ده كده ودي بقى في الحالة دي اسمها y equal root x، او اخد الجزء اللي تحت كده وتبقى y equal negative root x، دي كده اقول عليها function ودي اقول عليها function، مفيش مشكلة. طيب تعالوا نشوف مثال تاني برضو يعني عشان نثبت المعلومة. لو قلنا المرة دي x x squared equal y أو y equal x squared، ده عبارة عن بارابولا شكله منحنى عامل كده، حط x مثلا ب 2 تطلع ال y بكام؟ 2 سكوير، دي بتطلع الواي بفوق، حط اكس بنيجاتيف 2 تطلع الواي برضو ب4، مفيش مشكلة. بس المهم for each x there exists only one a one image، فيبقى دي function ولا مش function؟ دي كده function، it is a function، يبقى دي function لكن دي مش function. طيب دي الطريقة الأولى اللي نعرف بيها إذا كانت function أو لأ، إن أنا أعوض. في طريقة أسهل بقى اسمها ال vertical line test اللي هي الخطوط الرأسية، إن أنا أرسم هرسم vertical lines كده للمنحنى، لو قطع لو لقيت انه بيقطع المنحنى في اكتر من نقطة يبقى دي اسمها not a function. لو قطع المنحنى زي كده، بص الخطوط الخضراء دي لو رسمتها هلاقيها بتقطع الكيرف في اي حتة في ايه، في نقطة واحدة، يبقى دي كده is a function، ده اسمه ال vertical line test. يبقى في طريقتين نعرف بيهم اذا كانت دي function ولا لا، التعويض ان انا اجرب، او ال vertical line test ان انا اقطع المنحنى ده بخط رأسي، اذا قطع في اكتر من نقطة يبقى ده معناه ان اللي قدامي ده مش function، ده عبارة عن منحنى او relation، لكن ما ينفعش اقول عليه function. عشان اقول function لازم يكون ايه؟ لازم يكون لكل x في نقطة واحدة بس، في y واحدة بس. طيب خلونا بقى ندخل على انواع، ايه اشهر انواع الفانكشنز، ودي بقى احنا يعني هناخد 3 انواع المره دي ومكملين فيها بقى شويه المحاضرات الجايه. ايه هي اشهر انواع اللي هنتكلم عليها النهارده؟ الفيموس famous kinds of function، اشهر انواع الفانكشنز. اول نوع هنتكلم عنه اللي هو الباور، الباور فانكشن، وهي دالة القوة، الباور فانكشن اللي هي y equal x to the power n. n هنا ممكن تبقى اي حاجة، يعني n maybe ممكن تكون positive or negative or zero، يعني n ايه real، يعني اي رقم. طب زي ايه كده؟ ناخد examples، يعني مثلا نشوف لما ال n بزيرو، لو ال n بزيرو هتبقى الكيرف y equal x power 0 بكام؟ ب 1. نيجي نرسمه، نرسم خط افقي عامل كده موازي المحور x و بيقطع y عند ال 1، دي رسمته. طيب لو ال n ب 1
هيبقى y equal x، وده طبعا معروف خط مستقيم line بيميل بزاوية هنا ايه دايما x قد ال y بالظبط، فلازم الانجل دي تبقى 45 45 درجة، وده خط مستقيم يعني ايه السلوب بتاعه equal ايه 1 صح. طيب n equal 2 لو ال x squared دي كلنا عارفينها، ده عبارة عن بارابولا باصص كده لفوق، ده شكل ال y equal x squared. طيب n equal 3 نحط كده نشوف y equal x cubed رسمتها عاملة ازاي بالظبط كده، بيبقى عامل كده طيب باور 4 نكبر بقى شوية هيحصل ايه y equal x power 4 هيبقى شبه بالظبط ال x squared بس اضيق منه خالص، اضيق منه شوية ليه، لان ال y ايه ال y بتكبر بسرعة اسرع من ال ايه ال x squared، فده شكل. طب x power 5 وهكذا بقى، يبقى x power 5 هيبقى شبه x power 3، يبقى كل ال odd هيبقى شبه x power 3 بس كل ما بكبر ال power ال curve بيضيق قوي، ليه لان ال y بتكبر بسرعة x squared و x 4 و 6 وكل ال even power اللي هو أس الزوجي شبه بعض بس برضو ايه كل ما بكبر ال power بيضيق بسرعة. طيب نجرب نشوف كده، نحط n بكسر مثلا زي مثلا النص، يبقى المنحنى y equal root x دي لسه كنا قايلين عليه اللي هو نص بارابولا كده، هعمل كده. طيب n equal نحط n بنيجاتيف، تعالوا نشوف رسمة ال x to the power negative 1 اللي هي 1 over x نرسمه ازاي، وبرضو عايزين نرسم 1 over x squared. ال 1 over x هنلاقي دايما ايه لو جربنا كده 1 over 0، 1 over 0 بكام؟ بانفينيتي، 1 اوفر انفينيتي بكام؟ بزيرو، فدي مهمة جدا، يعني معناها ان لما الاكس بزيرو هتلاقي ان الواي تبقى جاية كده من انفينيتي، ولما الاكس بانفينيتي تلاقي الواي بزيرو، فهتلاقيه مرسوم كده. يعني ايه معناها ايه دي؟ معناها ان عمره ما يلمس الخط ده، الخط ده هنقول عليه اسيمتوت، خطوط تقاربية، خط تقاربي يعني لا يمكن يلمسه لانه هيلمسه في الملا نهاية، فمعناها ان هو مش بيلمسه، فده شكل المنحنى. طيب 1 over x squared هيبقى شبهه بالظبط بس ايه يعني الجزء ده هو هو بالظبط، ولكن الجزء ده هيبقى كله موجب عشان squared كده. احنا شفنا او اتفرجنا على بعض الايه بعض الامثله للباور فانكشن، تعالى بسرعه نعدي عليهم تاني وبلون مختلف كده نجيب الايه الدومين، يعني الدومين هنا بيساوي ايه، ايه قيم x الممكنه، هنلاقيه r، الدومين هنا بيساوي ايه r، الدومين هنا R، هنا الدومين بيساوي R، هنا برضو الدومين بيساوي R، هنا بقى الدومين بيساوي ايه، الدومين هنا بيساوي لا مش R، ده كده اللي هي نقول عليها بقى ايه من زيرو لانفينيتي، الزيرو مقفولة والانفينيتي مفتوحة، او ممكن حد تاني يقول لي ايه دي اللي هي ال R كلها ما عدا ال R نيجاتيف، لو قلنا r positive بس ما ينفعش، r positive ما فيهاش الزيرو، فممكن r positive union zero، كل دي يعني طرق ممكنة لكتابة الدومين في الحالة دي. طيب هنا الدومين equal، هنا هتلاقي كل حاجة تنفع ما عدا نقطة الزيرو، هنا الدومين كل حاجة ما عدا الزيرو. يبقى ده كده النوع الاول من الفانكشن. النوع الثاني اللي هنتكلم عنه برضو النهارده هو البولينوميال، بولينوميال او كسرات الحدود، بولينوميال يعني ايه بولينوميال فانكشن كسيره حدود، يعني ايه كسيره حدود، يعني مجموعه باور فانكشن مجموعين على بعض، اوكي مجموعين على بعض ومضروبين في كونستنتس. عايزه بس اوضح اكسبريشن بنقوله كتير قوي، لو عندنا حاجة اسمها x و y، لو في اتنين variable اسمهم x و y وجيت عملت بينهم linear combination، linear combination
هلاقي ان معناها ايه لينير كومباينيشن، ان انا بجمع الاكس مع الواي، معناها ان انا هجمعهم على بعض وهضربهم في كونستانت، اي كونستانت كده اربيتري يعني، اي ثوابت اختياريه. الحركه اللي انا عملتها دي اسمها لينير كومباينيشن. فعشان انا عايزه بقى اقول دلوقتي ايه هو البولينوميال. البولينوميال هو اي لينير كومباينيشن of power function. البولينوميال هو linear combination من power function، بس لا لازم كمان نحط restriction ان لازم يكون ال n non negative. يعني ال n non negative، ال n لازم يبقى موجب او zero، و non negative ايه integer، لازم يبقى عدد صحيح. يبقى مهمة جدا ان احنا نعرف ان البولينوميال لازم يكون الباور عدد نون نيجاتيف وصحيح. ناخد مثال، لو قلنا اكس كيوب ماينس اكس بلس 1 ده بولينوميال ولا لا؟ ده بولينوميال. ليه؟ لان كل ترم فيه عبارة عن باور فانكشن. ايوه، وكمان الباور موجب، اعداد موجبة كلها او بزيرو وصحيحة، يبقى ده بولينوميال اوف ديجري كام. برضو بنطلق على البولينوميال كلمه ديجري، اللي هي اعلى باور فيه كام، 3. هيبقى ده نقول عليه بولينوميال اوف ايه، اوف ثيرد ديجري. طيب وليكن مثلا بي اوف اكس ايكوال اكس ماينس 1، ده بولينوميال ولا مش بولينوميال؟ ده بولينوميال ايوه، اوف ديجري 1، فبنقول عليه بي 1. طيب اكس power 5 minus x plus 1 ده polynomial بس degree كام؟ 5. طيب لو قلنا كده f of x equal root square root of x plus 3x square، ده polynomial؟ no not polynomial. ليه مش polynomial؟ عشان الجزء دي كده معناها ان ال x to the power هاف، والهاف دي تعتبر ايه، مش عدد صحيح، فدي كده مش بولينوميال. طيب اخر حاجة لو قلنا f of x equal 1 over x plus x plus x squared، ده بولينوميال ولا لا؟ برضو لا، not بولينوميال، علشان هنا الباور نيجاتيف. مظبوط. يبقى اتكلمنا على كام فانكشن لحد دلوقتي؟ اتكلمنا على الباور وعلى البولينوميال. تالت واحدة هتكلم فيها دلوقتي هي الراشونال يعني نسبية، نسبة يعني راشونال فانكشن. نسبة يعني ايه؟ نسبة يعني عبارة عن بسط ومقام. r of x الفانكشن هسميها راشونال لما تكون عبارة عن p of x over q of x، يعني بسط على مقام، بس ال p وال q لازم يكونوا بولينوميال، مش اي فانكشن، لا بولينوميال على بولينوميال. يبقى اي فانكشن تلاقيها بولينوميال على بولينوميال تقول عليها راشونال. زي ايه مثلا؟ f of x equal x squared plus 1 over x cubed plus x plus 2، حاجة كده. ده بولينوميال وده بولينوميال، يبقوا على بعض is irrational، دي هنقول عليها راشونال فانكشن. طيب ليه بناخد الراشنال فانكشن؟ عشان نتعلم برضو نجيب لها الدومين. طب الدومين بتاع الراشنال فانكشن هيجاب ازاي؟ تعال نرجع كده الاول للبولينوميال. البولينوميال عشان تبقى فاهم، اي بولينوميال في الدنيا اهو، بما ان الباور كلها موجبه، فهتلاقي دايما الدومين بايه، دايما الدومين ايكوال ايه، ار فور اني بولينوميال، لاي مساله بولينوميال. لكن في الراشنال الدومين بيساوي ايه بقى؟ لا، الدومين بيساوي كل حاجه ار ناقص، بس ما عدا ايه، لازم اشيل اللي هي اصفار المقام. اصفار المقام هي الفاليوز اللي بتخلي الفانكشن بتاعتي او المقام بزيرو، وما ينفعش المقام يبقى بزيرو. بنسميها ايه اصفار المقام؟ بنقول عليها بولز. لازم نشيل اصفار المقام، دي الدومين بتاعنا. تعالوا بقى نبدأ كده مع بعض نحل. احنا كده تقريبا خلصنا الشرح بتاع الليكتشر، لكن اللي فاضل، الجزء الفاضل، احنا نقعد نحل شوية مسائل على الدومين كتدريب، عشان نشوف ازاي نجيب الدومين لأشكال مختلفة من الفانكشنز. فالمسائل اللي جاية دي كلها بعنوان find، تمام، find the domain of the following function. اول مثال
f of x equal 2x minus 7. ها دي فانكشن عادية خالص، دي نوعها ايه؟ دي بولينوميال. فطالما بولينوميال يبقى الدومين مفيش اي ريستريكشن عليه، يبقى الدومين هنا بار. طيب مثال تاني، f of x equal 5 over x minus 2. دي عبارة عن راشونال فانكشن صح، فيها بسط وفيها مقام، يبقى الدومين بتاعنا لازم ان انا اشيل مين؟ اصفار المقام. يبقى الدومين بمنتهى البساطة هو كل حاجة ناقص النقطة اللي هي 2 اصفار المقام. مثال تاني، find the domain f of x equal 3x minus 8 over x squared minus 9x plus 20. حاجة زي كده فيها برضو بسط ومقام، يبقى انا كل اللي عليا اعمله ان انا اكسكلود اصفار المقام. اجيب من اصفار المقام اجيب البولز ازاي؟ هاخد المقام ده اللي هو x squared minus 9x plus 20 واسويه بالصفر، وطبعا ده بيتحلل سهل خالص. العشرين كان في كام؟ كان في كام؟ 4 في 5 صح؟ x في x 4 في 5 وهم ناقص 9، يبقى ناقص ناقص، يبقى قدرنا نجيب البولز عندنا هي 4 و 5. يبقى البولز بتاعتنا هي نقطة 4 و 5. يبقى الدومين بتاعي هو كل حاجة ناقص الأربعة والخمسة. طب شوف كده المسألة دي، f of x find the domain برضو 2x minus 3 x squared plus 4. هنا لو لاحظنا، نلاحظ ان لو جينا نجيب اصفار المقام اخدنا x squared plus 4 سويناها بالصفر، هيطلع x squared equal negative 4، يعني ملهاش حل، دي has no real solution. عشان كده الدومين للمسألة دي ايه؟ مش قادر اجيب اصفار مقام، يبقى هو الار كله، الار كله. طيب نكمل كده نشوف واحدة تانية، f of x equal square root of x minus 4. هنا بقى قدامنا square root، ايه الريستريكشن على اي square root في الدنيا؟ ان لازم يكون اللي جواه رقم موجب، يعني لازم ايه condition هنا اللي انا لازم احققه في الدومين؟ ان لازم يكون ال x minus 4 اكبر من او يساوي 0. يبقى ال x اكبر من او يساوي 4، يبقى الدومين عبارة عن 4 لانفينيتي، الفور مقفولة والانفينيتي مفتوحة. تمام، مثال f of x equal square root، تاني اهو square root هنا برضو، ايه الكونديشن اللي عندنا؟ ان لازم يكون ال x squared plus 3x minus 28 لازم يكون اكبر من او يساوي 0. ده برضو هعمل لها factorization كده، هتطلع x في x، وال 28 4 في 7، وال 7 بال plus وال 4 بال ايه؟ بال minus. يبقى عندنا هنا ايه النقطتين؟ دي بقى نخلي بالنا، في هنا في نقطتين، ايه هما؟ نقطة ناقص 7 ونقطة 4. يا ترى النقط دي معانا ولا مش معانا؟ دي نقط ايه مالها؟ النقط دي معانا، لان احنا لو عوضنا بيها جوه الكونديشن هيتحقق ولا مش هيتحقق؟ بصوا كده، احنا بنعوض في الكونديشن ده، ده اهم حاجة في المسألة، ده الكونديشن بتاع الدومين اللي احنا عايزين نحققه. لو حطينا اكس بسالب 7 هيطلع صفر، والكونديشن بيقول اكبر من او يساوي، يبقى الصفر مش عامل لنا مشكلة. يبقى دول بيسميهم، حتى بنسميهم الزيروز، الزيروز بتبقى ما بتعملش مشكلة، بتبقى جوه الدومين. البولز هي اللي بتعمل مشكلة، عشان كده البولز بتترسم مفتوحة والزيروز مقفولة. طيب دلوقتي بقى فاضل ان احنا نقول بقية النقط ايه نظامها، يعني هل ناخد كل الريل لاين ولا ايه؟ لا، هنلاقي ان النقطتين دول بيقسموا خط الاعداد بتاعنا لثلاث مناطق، ادي منطقة، منطقة اهي، ومنطقة اهي، ومنطقة اهي. فانا عايزة اعرف
إشارة كل منطقة إيه، فهكتفي بإني أعوض بأي نقطة في كل منطقة. أسهل نقطة نعوض بيها هي نقطة الإيه، نقطة الزيرو اللي هنا. لو إحنا عوضنا عن هنا جوه الكونديشن ده، حطينا إكس بزيرو، تطلع إيه الإشارة؟ زيرو بلس سيفن يبقى موجب، زيرو ماينس فور يبقى نيجاتيف، موجب في سالب بإيه؟ بسالب. يبقى عند إكس بزيرو طلعت إشارة سالبة. يبقى ما فهمت كده إن المنطقة دي كلها إشارتها سالبة، يبقى اللي جنبها دي هتبقى موجبة. وممكن نجرب نقطة، ناخد نقطة واحدة من كل منطقة، المهم إن هما بيتبادلوا دايما. فالمنطقة دي إشارتها سالبة، دي موجبة ودي موجبة، يبقى الدومين فين؟ هو ده السؤال. يبقى أنا أخد مين؟ هاخد طبعا المناطق الإيه الموجبة فقط. يبقى هاخد الدومين، فين الدومين؟ يبقى الدومين هنا عندي هو ايه، هو المنطقة من ناقص ما لا نهاية لناقص سبعة، الناقص ما لا نهاية مفتوحة والسبعة مقفولة، يونيون من أربعة لما لا نهاية، الأربعة مقفولة والما لا نهاية ايه مفتوحة. يبقى نخلي بالنا قوي ان دول لما نلاقي اكتر من زيرو في الريل لاين، نعرف ان احنا في ريجونز بقى ولازم ايه نجرب. طيب ناخد مسألة تانية. f of x، طيب قبل المسألة عايز الخص ايه هي انواع restrictions اللي عندنا عشان نجيب بيها الدومين. لحد دلوقتي خدنا كام حاجة؟ قلنا لو في اي مقدار كده في المقام وعايزة اجيب الدومين، يبقى انا اخد التحت ده اقول لا يساوي صفر. لو لقينا سكوير روت فوق يبقى احنا هناخد اللي جوه السكوير روت، نقول اكبر من او يساوي صفر. لو لقينا سكوير روت تحت يبقى هاخده وهقول اكبر من الصفر. مفيش اكتر من كده، هما تلات كونديشنز او تلاتة ريستريكشنز ممكن يقابلونا في اي مسألة. طيب المسألة دي 2x minus 7 وفي تحت كده في سكوير روت جواه x plus 3 وعايزين نجيب الدومين. نبص كويس على المسألة، ايه هي الكونديشنز اللي عايزة احققها؟ في كام كونديشن هنا؟ هو كونديشن واحد اللي هو اللي تحت الجذر، ان x plus 3 تبقى اكبر من صفر، هنا مفيش يساوي. يبقى الدومين بتاعي سهل خالص، اقدر اجيبه على طول، x اكبر من ناقص 3، يبقى الدومين من ناقص 3 لانفينيتي والناقص 3 مفتوحة. ده كونديشن واحد. طيب نشوف مثال تاني. نبص كويس على المسألة مكتوبة ازاي عشان نشوف في كام كونديشن في المسألة دي، في كام كونديشن في المسألة دي. هلاقي في 2 كونديشن هنا. في الحالة دي اقسم الصفحة بتاعتي 2 واحل اول كونديشن واحل التاني واجيب كل منطقة، وفي الاخر اخد الايه الانترسكشن ما بينهم. يبقى هنا عندي 2 كونديشن. اول كونديشن ايه هو؟ ان اصفار المقام، ان المقام ما ينفعش يساوي صفر. فدي طبعا هتطلع لي ان اكس لا تساوي 5 وناقص 5. دي بولز لو رسمناها هنقول كده عندنا ناقص 5 و5 مفتوحين وبقية الحاجات اوكي. ده اول كونديشن. طيب تاني كونديشن ان اكس ناقص 4 لازم يكون اكبر من او يساوي صفر، يعني اكس اكبر من او يساوي 4، يعني اكس لو رسمنا الاربعة معانا واي حاجة اكبر منها اوكي. بس دلوقتي انا عندي منطقتين عايز اعمل الانترسكشن ما بينهم، بقى اعملها ازاي دي؟ هاجي بقى في رسمة واحدة واقوم حاططهم كلهم، ادي الناقص 5 وادي الاربعة وادي الخمسة، وركزوا معايا. ادي الاول واحدة بتقول كل حاجة ما عدا ناقص 5 والايه، يبقى هي كده كده. دي اول واحدة. تاني واحدة بتقول اكبر من 4، يبقى كده. فين المنطقة بقى المشتركة؟ مشتركة يعني ايه؟ فيها لون اسود ولون ايه ازرق. فين المنطقة المشتركة؟ هلاقي بقى كل دي مشتركة، اللي هي من 4 ل 5 بس 5 مفتوحة، ومن 5 لمالانهاية. فهلاقي الدومين في الاخر هو عبارة عن ايه، من 4 ل 5 وخمسة مفتوحة، يونيون مع كمان
ايه من 5 لانفينيتي والخمسة مفتوحة، ده الدومين. طيب مثال، square root of x plus 3 و square root تاني تحت of x squared minus. خلي بالنا قوي في كام condition هنا او في كام restriction. في 2، ال square root اللي تحت واللي فوق. اللي تحت لازم يكون اكبر من الصفر، يبقى في الحالة دي هعمل factorization، ولازم يكون اكبر من الصفر عشان اقدر احلها. دي لازم ارسم واشوف الناقص 4 والاربعة بيقسموا كام منطقة. عندنا 3، ابدأ اجرب الصفر، ده الكونديشن اللي انا عايزة احققه. اجرب الصفر اشوف الصفر اشارته ايه، هلاقيها سالبة ويبقى دي موجبة ودي موجبة، يبقى المنطقة اللي معايا هي دي وهي دي. والسالب 4 والاربعة مفتوحين طبعا، لان هما ايه لو عوضنا عنهم بيطلع صفر، واحنا بنقول اكبر من، ما بنقولش اكبر من او يساوي. دي اول ايه منطقة. نشوف التانية، التانية هتطلع لنا سهلة برضو، اكبر من او تساوي صفر، هتطلع الاكس اكبر من او تساوي ناقص 3. فلما نرسمها يبقى ناقص 3 مقفولة واكبر من او يساوي، يبقى كده. لو جينا خدنا الانترسكشن ما بينهم هتطلع ايه، مش عارفين نعملها، لازم نرسمهم فوق بعض. اوكي، يعني نيجي هنا نعمل الاربعة اهي مفتوحة والسالب 4 مكانها هنا مفتوحة، ونعمل كده ونعمل كده، نبص كويس فين المنطقة اللي فيها اسود وازرق مع بعض، يبقى هي دي، هي دي المنطقة. يبقى الدومين بيساوي ايه، من 4 لانفينيتي، والاربعة is a opened مفتوحة. طيب في سؤال مهم بقى عايزة اسألكوا فيه، لو كانت الفانكشن دي مكتوبة، يعني نفس الفانكشن دي x plus 3، بص انا هكتبها ازاي دلوقتي، x plus 3 over x squared minus 16، بس كلها تحت square root 1. طبعا انت الاول وهلة هتقول ان دي هي اللي فاتت، دي هي دي بالظبط، منطقي. لكن هل الدومين بتاعهم هيطلع واحد ولا لا؟ هنلاقي لا. وعشان كده نخلي بالنا جدا لما نيجي نجيب الدومين ان احنا ما نعملش اي سمبليفيكيشن او نقعد نبسط او نضيع حاجه مع حاجه او نالف، لا، بناخد الفانكشن زي ما هي نشتغل بيها. فالفانكشن زي ما هي كده، انا لما هاجي ابص هنا في كام كونديشن عندي، هلاقي ان كل الفانكشن دي كلها تحت جوه سكوير روت واحد، يبقى في كام ريستريكشن عندي، هو واحد بس، اللي هو ايه، ان اكس بلس 3 over x squared ناقص 16 كله أكبر من أو يساوي صفر. في حين إن أنا في المسألة اللي فاتت قلت في كام restriction أو كام condition هشتغل بيه، في عندي جذر فوق وجذر تحت، ففي 2 condition، لكن أنا هنا عندي جذر واحد، يبقى هشتغل one condition. وهمشي ورا الكلام ده لحد ما أشوف الدومين، وتعالوا نقارنهم ببعض يا ترى يطلعوا زي بعض ولا لأ. طيب عشان احل متباينه زي دي او inequality زي دي، لازم اشوف اولا ايه النقطه اللي بتحقق، ايه الزيرو بتاع المساله دي، ايه هي الزيروز وايه هي البولز. الزيرو بتاع المسألة دي هو ان اكس تساوي كام، الفاليو للاكس اللي بتخلي الدالة دي بصفر هي ناقص 3، دي زيرو للمسألة. طيب البولز بقى اللي هي الاكس سكوير ناقص 16 لا تساوي صفر، اللي هي اكس ناقص 4، البولز بتاعت المسألة اللي هي اكس ايكوال 4 وناقص 4 او ناقص 4 و4. هنرسم الزيروز والبولز، ونخلي بالنا البولز بتبقى مفتوحة. والناقص 3 مقفولة، الزيروز مقفولة، كلنا عارفين ليه الزيروز مقفولة. وبعدين نبدأ نشوف، طب انا دلوقتي عندي زيروز وعندي بولز، هعمل ايه بقى؟ فاضل ان انا احدد المناطق، في كام منطقة هنا، دي 1 2 3 4، في 4 مناطق قدامي.
عايز المنطقة اللي تحقق الكونديشن. انا بدور على قيم اكس اللي تخلي الكونديشن اللي بالاحمر ده مظبوط. يبقى كل اللي عليا اعمله ان انا اعوض في الكونديشن ده. اسهل منطقة اعوض فيها اللي فيها الصفر، اللي هي هنا اللي فيها الصفر، اعوض بصفر. شوفوا كده معايا، الصفر صفر زائد تلاتة موجب، وتحت صفر ناقص 16 سالب، موجب على سالب بسالب. يبقى منطقة الصفر دي طلعت اشارتها سالبة، يبقى اللي جنبها هتبقى موجبة، اللي جنبها زي ما اتفقنا ان هما بيتبادلوا، يبقى موجب سالب موجب، يبقى دي سالب. فين بقى انا اخد انه؟ يبقى الدومين بتاعي عبارة عن ايه؟ هو ده المنطقة الموجبة ودي. فهتلاقي الدومين بيساوي ايه، هنكتبه بقى مع بعض. يبقى من ناقص 4 لناقص 3، الناقص 4 مفتوحة والتلاتة مقفولة، يونيون من 4 مفتوحة لما لا نهاية. تمام كده؟ هل الإجابة دي هي نفسها اللي فاتت؟ لا طبعا، هنلاقيها مختلفة خالص. يبقى دي ملحوظة مهمة جدا، بنقولك خلي بالك بقى الدومين عشان تجيبه دايما دايما لازم تجيبه أول قبل ما تعمل أي simplification. يبقى خلي بالك domain is always found before any simplification. وفي مثال يعني مشهور قوي ممكن نثبت لك بيه الكلام ده اهو. لو انا قلت لك f of x equal x squared minus 25 over x minus 5، ولو قلت f of x equal x plus 5. بص كده، انت الاول وهلة برضو هتقول انا هختصر اللي فوق ده مع اللي تحت. فتعال نشوف هنا الدومين هيطلع r minus 5، هنا في اصفار مقام في بولز، لكن هنا الدومين هيطلع r، فمختلفة. عشان كده الدومين ما بنعملش فيه تبسيط، بنحل المسألة زي ما هي بالظبط. اوكي، طيب انا تقريبا خلصت، بس برضو هزود لكم مسألتين كمان. 1 over square root of x plus 1 x minus 2 x plus 3. هنا دي مسألة سكوير روت وتحت في المقام، يبقى انا هاخد كل اللي تحت ده واقول اكبر من ايه؟ الصفر، وهبروز الكونديشن ده لان ده اللي احنا عايزين نحققه، لازم الدومين يحققه. يعني اي اكس هتدخل جوه الدومين لازم تكون بتحقق دول. دول بقى عبارة عن ايه بقى؟ هلاقي ان في عندنا بولز هنا اللي هم عند اكس بناقص 1 واتنين وناقص تلاتة، دي بولز. يعني ايه بولز؟ يعني ما تنفعش تبقى معانا، مش موجودة. عند ناقص 1 وناقص 3 نرتبهم طبعا، ناقص 1 واتنين دي اسمها بولز. طب وبقية الحاجات نبدأ بقى نتست. اسهل منطقة اتست بيها هي الصفر، دايما الصفر اسهل حاجة. فين الصفر؟ هنا الصفر موجود هنا، فهبدأ اشوف اشارة الصفر. الصفر يلا، يبقى صفر زائد 1 بعوض فين يا جماعة؟ في الريكتانج المربع المستطيل الأحمر ده. يبقى موجب في سالب في موجب، يطلع إشارة سالبة، يبقى الجزء ده سالب، يبقى الجزء ده اللي جنبه موجب، ويبقى ده موجب، ويبقى ده سالب بالتبادل. يبقى فين الدومين بتاعي؟ هي المنطقة دي، المنطقتين دول. يبقى هكتب الدومين ازاي؟ يبقى الدومين هو من ناقص 3 لناقص 1 مفتوحين، أيوة، يونيون من 2 لما لا نهاية مفتوحين برضو. تمام كده، بس كده خلصنا. يا رب تكون الموضوع واضح وبسيط. اللكتشر الجاية ان شاء الله هنتكلم على مور فانكشنز، فانكشنز اكتر، وهنتعلم برضو نجيب هنتعلم restrictions اكتر، ونجيب الدومين لمور functions.